احنا عايشين في امريكا وعندنا اولاد الحمد لله متربين في الكنيسه، بس جوزي عايش في امريكا بعقليه راجل صعيدي بالمعنى اللي مش مسيحي، وكل ما يدخل من البيت يتخانق على اي حاجه وساعات بيشتم. واحنا خلاص ما بقينا اولادنا بيقولوا احنا ما بقينا صغيرين، العيال كبروا. الكبير كره الجواز المصري ومش هتجوز مصري خالص، والصغير بتيجي ليه حاله نفسيه وبيفضل يزعق لابوه لو سمحت صلي وقول لي اعمل ايه. الزوجه الحكيمه تختار الوقت المناسب اللي تقدم فيه النصيحه لزوجها. مفيش انسان بيفضل الفولت عاله 330 على طول، يعني مهما كان متزعق وبيعصب بيجي عليه وقت غصب عنه صوته اكل مكرونه اي حاجه يعني بيهدى، بيجي عليه اي حد بيهدى. يعني انا بقول مكرونه عشان الكربوهيدرات بتهدي شويه. المهم بعد ما يهدى شوية تقول له انت عاجبك انك انت خسران ولادك، انت عاجبك ان ولادك خلاص واحد فيهم مش عاوز يتجوز والتاني مش طايق البيت، مع انك طيب يا اخي، ده انت اطيب مني انا، بس ليه بتسيء لنفسك؟ ليه يا حبيبي؟ ربنا يخليك لينا. مشكلة الست اول ما تمسك ميكروفون الوعظ بتسلخ، فبتخسر حتى لو معاها حق. الستات ما تكلمش الرجالة، ده نصيحة ليا ليكوا عشان بيوتكوا تعمر، إلا باللغة التلغرافية. عارفين اللغة التلغرافية؟ انتوا عارفين الفرق بين الستات والرجالة؟ الستات يحبوا اللغة الروائية. امبارح الصبح وانا نازلة استعجلت وكنت مدورة على الصندل وما لقيتوش، ولما لقيته كنت اتأخرت عن وقتي وبعدين نزلت ما لقيتش أوبر. قوليلي يا ماما وصلتي امتى وخلصيني. يعني الراجل ما عندوش صبر على الحكايات البناتي. الراجل عاوز ايه؟ وصلت الشغل متأخر 5 دقايق، ماله بالصندل؟ انتوا فاهمين الفكرة؟ فانتي لازم تكوني حكيمة لما تيجي تتعاملي مع الراجل، تتعاملي معاه بحاجات صغيرة وتسكتي. يعني شوف الجملة أنا قلتها ما خدتش دقيقة وتسكتي. بعدها بثلاث أربع أيام على فكرة الواد الصغير واخد على خاطره قوي وحاسس إن الشتيمة دي عملت جاب بينك وبينه، ممكن تحاول تصلح ده وعد قليل أدب. أنت بابا أنا بقول لك إنك أنت بتخسر ابنك وما ترجعش تندم بعد كده، وتجري يعني ارمي وجري. لو رميتي ووقفتي هتترد في وشك. انتوا فاهمين حاجة؟ ده للتلاتين سنة الجاية في عمركم. انا بقول لكم يعني لما تتجوزوا اعملوا السياسة دي، اسمها ايه؟ اجري؟ لا، احدف وجري.